السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنتكلم على المحاضرة رقم 6. المحاضرة رقم 6 بتختص بحاجة اسمها الـ State Space Representation. جميل، تعالوا نتكلم الأول احنا ليه بنستخدم حاجة اسمها State Space Representation. أولا، أي سيستم احنا كنا بنعرفه عن طريق حاجة اسمها Transfer Function، نحطها في بلوك دياجرام بالشكل ده. بيبقى ليها inputs U وليها output Y. جميل، في الحالة دي transfer function دي G of S بتبقى represented only ان انا اقدر ادخل single input واقدر اطلع ايه single output. جميل، طيب لو transfer function دي is a first order system، يعني عبارة عن واحد على S plus A. جميل، معنى كده ان السيستم اللي جوه ده في element او component بيتغير with time، واحد بس، ممكن يبقى current، ممكن يبقى velocity، ممكن يبقى voltage، ممكن يبقى acceleration، whatever، بس بيبقى في function واحدة بس، variable واحد بس بيتغير مع time. دي اسمها first order system او first order equation system. دي معناها ايه؟ ان الانبوت بتاعنا ده هيقدر يتحكم على طول في الفاريبل ده، والفاريبل ده هقدر اقراه على طول من الاوتبوت. جميل، مشكلة في حاجة او نقطة تغيير في حاجة، ان لو في فاريبلز تانية ودي بتتعرف مثلا بسكند اوردر سيستم، يبقى معناها ان في فاريبل تاني، الفاريبل ده بقى برضه بيتغير في التايم. زي مثلا يبقى عندك ار ال سي سيركت، يبقى الفولت اللي على السي ده بيتغير بالتايم، والكرنت بتاع الاندكتور بيتغير بالكرنت. دي بقى معناها ايه؟ معناها يا اما ان الاوتبوت هيقرا one variable والانبوت هيقدر يكنترول one of these variables، او ان الاوتبوت هيقرا variable تاني والانبوت هيكنترول variable مختلف عن الفاريبل اللي هيتقري. جميل، ممكن تزيد الحكايه دي، يبقى عندنا variable وتبقى third order system، عندنا another variable وتبقى fourth order system. كل ما زادت ال poles يبقى زاد ايه ال order of the system variables تاني. طب ده معناها بقى ان one of these variables ده او ده او ده او ده بيتقري بال input بس، لان ده بيتقري بال output بس، لان ده single output ما عرفش يقرا غير one variable. جميل، one of these variables حصل له control من الانبوت بس، وبعد كده بقى ال variable ده هيأثر على ال variable ده، وال variable ده يأثر على ال variable ده، وال variable ده يأثر على ال variable ده، أو ما يأثرش. دي حاجة احنا ما نعرفهاش. ليه؟ لأن أنا أعرف أقرأ one variable only وأقدر control one variable only. حاجة تانية، إن ممكن يبقى فيه بدل ما ال variables تبقى كلها as pools او as integrators، ممكن يطلع لي واحد as differentiator اللي هو الزيرو. جميل، وتبقى قيمته نفس قيمة احد البولز، فنقدر نشيلهم مع بعض، فما يبينوش في الترانسفير فانكشن خالص، لكن هما already existing وليهم تأثير بس مش موجودين في الترانسفير فانكشن. فبالتالي في جوه variables كتيرة جدا ممكن يأثروا لي على الريسبونس بتاع السيستم بشكل او باخر. لو انا برسم له response in time domain، لو انا دخلت step input وبشوف result بالشكل ده، مهما حاولت اصمم control هيبقى عندي response مش هقدر اتغلب عليه باللينير control system او PID system. PID for linear systems. يبقى انا كده مش هعرف اغيره، كنت وريت لكم الحكاية دي في one of the examples احنا شغلناها. لكن لو انا شفت تأثير كل variable مع التاني وكل response variable مع التاني، اقدر اتغلب على الحكاية دي واطلع system response بتاعه تقريبا working as a first order system. كل ده بان انا ببتدي امودل السيستم بطريقة مختلفة باسم state space. بشوف ايه هي الستيت
variables واجيب لهم حاجة اسمها state equations. state equations دي اللي بتجيب علاقة كل state بالتاني. تمام. النقطة ان في الحالة زي دي هقدر اشتغل بطريقة اوسع، بدل ما انا single input single output اشتغل multi input multi output multi inputs و outputs. خلي بالكو السيستم ده بيستخدم المودلين بتاعه في حاجات كتيرة جدا، من اهمها suspension system بتاع العربية اللي هو المساعد والسوستة. كنت وريتكو فيديو برضو في المحاضرة اللي فاتت ازاي بيقدر يعمل كنترول على كل، ان العربية ما تحسش بيلود بتاع العربية، ما يحسش باي مطب بياخده. جميل. هنرجع تاني بقى ايه للمحاضرة بتاعتنا. فزي ما قلنا، طب اللي عايز يقرا اكتر يقرا في الحتة دي هيلاقي نفس الكلام اللي انا قلته. نرجع بقى للستيت سبيس ريبريزنتيشن بتاعنا. جميل. زي ما قلنا ان السيستم هيبقى فيه مالتي فاريبلز، هيبقى فيه فاريبلز كتير قوي اسمها الستيت فاريبلز. تمام. والستيت فاريبلز دول عددهم من واحد لغاية ان، بيتحطوا في فيكتور الري بالشكل ده x1 x2 لغاية xn. وفي عندنا r inputs بتحطه برضو في فيكتور الري بالشكل ده u1 u2 لغاية ur. وعندنا a outputs m variables y من y1 لغاية ym. جميل. اللي انا بعمله اول خطوة ان انا بأوجد حاجة اسمها state equations. state equations دي اللي بتربط كل state بالبنات بالتاني، وكل state بالinput بتاعه، مش بالinput بتاعه، بالinput in general بالشكل ده. دي state equation بتبقى عبارة عن first or first differential equation بتاعت كل state as a function of all the states, all the inputs, and time. كل state بطلع له الـ equation دي. جميل. مهم جدا ان هو بيبقى موجودين. فبالتالي هيطلع لي كذا equation، وكل الـ equations دي فيها حاجة واضحة قوي، ان انت في ارتباط ما بين كل state والتاني. يعني x1 dot ليه علاقة ما بينه وما بين x1، يعني تأثير الستيت على فيرست على فيرست دريفت بتاعه، وتأثير الستيت التاني على الفيرست دريفت بتاع الستيت الأولاني، وهكذا لغاية لما نوصل لإيه؟ ل xn. نفس الحكاية بالنسبة للإنبوت. تأثير الإنبوت الأولاني عن طريق coefficient b11 على الستيت الاولاني، يعني تأثير كل input لغاية ur عليها. بالتالي نقدر نطلعها ل all the states بالشكل ده، state 2 لغاية n. وهنلاقي terms متقسمة لجزئين، جزء علاقة كل state بالتاني، وجزء علاقة all the inputs بكل state. ممكن المعادلات دي توصل ان توصل لغاية 10 20 40، هيبقى من الصعب ان احنا نحلهم مع بعض، فاحنا بنحاول نحطهم كلهم في معادلة واحدة، بان احنا ايه نحول كل ده لماتريكس اكويشن. دي الاكس دوت، ودي الاري فيكتور بتاعت الاكس، وده الاري فيكتور بتاع الانبوت. دي ماتريكس بنسميها A ماتريكس. A ماتريكس دي بتحتوي coefficients بتاعت A11 A12 A1n and so on، كل ال coefficients المرتبطين بكل state. ودي ال B ماتريكس بتحتوي على كل ال coefficients اللي مربوطة بال inputs بالشكل ده، وتبقى دي اسمها ال state equation.
دي اهم حاجة. جميل. طيب بنجيب حاجة تانية، علاقة الاوتبوت برضو بكل ستيت هيأثر ازاي على الاوتبوت، والانبوت كل انبوت هيأثر ازاي على كل اوتبوت. فبالتالي انا عندي ام اوتبوتس، وعندي جزء من المعادلة هيبقى فيها علاقة كل ستيت بكل اوتبوت، وعندي جزء في المعادلة فيها علاقة كل انبوت بكل اوتبوت. ده الاري بتاع الام اوتبوت، وده الاري بتاع الستيتس، الاري بتاع الانبوتس، ودي سي ماتريكس، ودي دي ماتريكس. جميل. السي ماتريكس فيها كل الكوفيشنتس اللي بتربط علاقة كل ستيت بكل اوتبوت، الدي ماتريكس فيها علاقة كل كوفيشنت بيربط كل انبوت بكل اوتبوت، ونحطهم في الاخر في وان ماتريكس اللي هي الاوتبوت ماتريكس اللي هي واي بتساوي سي اكس زائد دي يو. يبقى بالتالي هيطلع لي two equations بتمثل ال state space model. x dot بتساوي ax plus bu زائد، وبعد كده y بتساوي cx زائد du. كلهم ال states وال outputs بنشوف علاقتهم ايه بكل state وبكل ايه input. بس ده تحت شرط ايه هو؟ ان احنا نبقى عارفين what are the initial conditions بتاعت كل ستيت. غير كده مش عارف اشتغل. ليه؟ لان هنا الستيتس معادله الستيت ايكويشن عباره عن ديفرنشال ايكويشن، لازم اكون عارف ايه هو الانيشال كونديشن بتاعها، لان انا بعتمد في كل مره بحسب الستيت على القيمه اللي قبلها. طيب تعال نرسم الحكايه دي. هنرسمها ازاي؟ هنرجع كده تاني نجيب سلايد جديده ونقعد نرسم.